سمحوا لنا عفوا مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا انقطاع البث، انقطاع اللي كان خارج عن الاراده ديالنا. رجعنا لكم مجددا، احنا مازال معكم مع الشريفه بنت اولاد خليفه، مازال معكم على المباشر. نفس الموضوع، موضوع اللي داير تجزا حاليا، موضوع اللي كلشي كيهضر عليه، اللي هو ولد نجمه ومجموعه من الناس اللي كيقولوا انهم فيهم جواد كيف ما كتقول ياك. السلام عليكم الاخ ديالي، تحيه الناس تشوف شي في، تحيه لالا فيهام تنموش على الحماق، تنموش على اخت استهام مارتش شوف شي في، تحيه لخوتنا واللي عزاز وغاليين. اول حاجه بعدا عاد ولد نجمه شيقول لكم انا هذا ولد نجمه مهرس، شتي مهرس جمهور المغرب شي عارفو راه مهرس. انا ما عنديش دو معاكم هذا المصطلح ديال شي حاجه خايبه عش، كاين الناس تفرجوا بولادهم بعيالاتهم بكلشي لهم. هاد ولد نجمه هذا بغيت نعرف عنده الجواد، انا تندير من هاد المنبر هذا تندير تحدي هاد ولد نجمه. ولد نجمه تقدر تعجن الجاج، تقدر ولد نجمه، تقدر ولد نجمه تقسم راسك بالجناوه ويداويك الطبيب، لا يداويك الجنون والله سبحانه وتعالى. ولد نجمه ما تبقاش دير البوز على عباد الشبه لي بحال شي مونيكا، ما يعجبنيش، عرفتي يعجبنيش تدير شي حاجه خياليه، ما عرفنا واش فك جنون ولا بغي شي هاديك ولا باغي دير التحدي ديال الماكله. سميشه سلمى، ما عرفتش بغي دير، كيش بغي سلمى ولا دير التحدي ديال باش تاكل. اش يقول واحد المثال، هو قال الكرش. اسمع اسمع الاخ الله يخليك، قال هو الشريف باش ولا الطيفه شنو قال هو؟ قال باللي جواد ديالهم اللي كيقولوا لي دير داكشي. لا 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 هادشي ما كاينش، جواد ربانيين وتيحبوا اللي عندهم شخصيه ولا عندهم هبه ربانيه، ومش اي واحد تيمشي عندو الجواد باش نكونوا واضحين، بحال هذاك النوع ما تمشيش عندو جواد، عاش هو اصلا مهرس، والله سبحانه وتعالى تيغضب على الناس اللي مهرسين، الجمهور المغربي غيفهمني، ولا شيء بعدا هو لا شيء باش نكونوا واضحين، انا اعوذ بالله ما قلت انا اللي قالت الولد نجمة شيقول لكم انا فيا الجواد، يجي نديرو معاه التحديات، من تنتحدى ولد نجمة من شريفة بنت ولاد خليفة، نتحدى بأي حاجة بغاها. علاش؟ ما عرفني أول غاش عرفي واش فيه جواد ولا لا؟ أنا شو ما فيش جواد مباشرة. لا 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 اسمع اسمع باش نكون معاك صريحة، أنا شو ما فيش جواد، عاش جواد باش يكون عندك، نكونوا واضحين، أول حاجة باش يكون عنده جواد شي تعذب، شي يعيش معاناة، شي مرض، شي يعيش باش نقول لك على بلا ما قلت أنا، شي يعيش شنو خاص يكون فيك باش يكونوا فيك الجواد؟ شنو اول حاجه شنو كيكون في الانسان؟ اول حاجه تكون مرضي والدين، والجواد راه ماشي اي واحد تمشي وعدو باش تكونوا واضحين، الجواد تبغيو شي واحد اللي ملوك اللي قلبه زوين اللي طيب اللي حنين اللي جاي يصدق اللي دازوا عليه معاناه. الجواد ماشي اي واحد يدخلوا عنده، انا ربك الصان حيت كاسك تعلو على الطريق، انا عاود للجواد ما تبقاش ود نجمه كطريح وتكمش مع مخك. لا بغيت نتحداك من هذا المنبر، غنتحداك قسم لي راسك بجنويه، عجن لي الدجاج نعرفك كاين، وتاكلو وتسرطو نعرفك كاين. ود نجمه انت باغي تدبر على راسك ماشي مشكل، ولكن ما تقولي عندك الجواد تيق بيا والله تنخرج قدام الجمهور المغربي. علاش ولد نجمه ما يكونوش فيه المغربي نحد الجواد الشريفه باش ولاد خلاف؟ علاش علاش ولد نجمه ما يكونوش فيه جواد؟ لا ما فيش جواد، اللي مهرس ما يكونوش فيه الجواد،
عشاداك انا نقول لكم واحد الكلمه ندير مع شي حدي بلا كاميرا بلا والو. لكن كيسمعك حاليا شنو تقولي ليه؟ لكن كيسمعك قولي ود نجمه تضحك على الشعب المغربي. الشعب المغربي راه شي حاجه الناس تفرجوا في كل شيء. تفرجوا في الدراري صغار، ناس كبار، عائلات، كاين الناس اللي مرات يبقاو يضحكوا عليك. عشان انت باش نكونوا واضحين، انا الا قسمت لك راسي بربي غتهرب ود نجمه، والله غتهرب ونتحداك من هذا المنبر هذا. ولا سمعتي هاد المنبر ديالي ما تعيطش عليا انا باش نكون معك واضحه. عيط تشوف تي في قول لهم انا بغي ندير تحدي مع الشريفه غنهربك وقال يقدر تشرب حوايجك وتهرب. سمعتي ود نجمه؟ ود نجمه انت راه مهرس اول حاجه، والله تيحب المشرك باش تكون مهرس ما فيك نص راجل ما فيك نص امراه. انا اعوذ بالله ما قلت انا امراه ياك، ولكن فين الرجوله؟ عرفتي علاش؟ عاش ما نكذبوش على الجمهور المغربي وما نكذبوش على الجاليه المغربيه، واش نحبهم واش نموتوا عليهم وحنا بيهم هما باش واقفين. تحيه لكم عشان حماق ونموت عليكم. هادو ود نجمات باغي يطلع ملي شفتي الفيديو ديالو شو قلتي مع راسك؟ تيبان ليا بهلاوان باقي يضحك وباقي يلعب بهلاوان. انت ود نجمه باش نكون معاك صريحه، دير فكاهه تجي معاك، دير شي حاجه تلعب بها تضحك بها. يقدروا الناس يتعاطفوا معك يتعاونوا معك، ولكن ماشي شي دير فيه. انت مرحبا بك تقول لي جين ريحو غنهرب والله شي هرب بالله. شوف انا ندير معاك شي حد ديما المنبر هذا والله شي هرب الا ما يهربش. انا ماشي شريف بن شولاد خريف. اول حاجه تعرف واحد القضيه، تعرف واحد نقول لك واحد الاخ اشوفتي عرفتي اللي فيه الجود شنو الهدف؟ شنو هاد الهدف؟ عاودي لي نعاود لك هاد شي يقول لك انا فيها الجواد غايشوف شي حاجه ماشي هي اللي غيهرب. تقدر وقعنا في الدار تقرق بها امها عني يهرب. اما لو شافوا مباشره هما ما تيبانوش مباشره، تيبانوا بواحد السيفه اخرى باش نكونوا واضحين. ماشي بالسيفه ديالهم، تيجيو بسيفه اخرين سيفه اخرى، ولكن شي قضيه والله شي نهربوا. ابر جواد ندير معاه شي حدي بلا كاميرا بلا والو، ولكن نتوما بشرط واحد اللي غنطلب منكم غتشهدوا كلمه الحق. وحنا الحياد راك عارفه. تحيه الاخت فاطمه الزهراء، تحيه والراجل ديالها، تحيه شريفه. الناس كيقولوا دابا، الناس كيقولوا واش تقدري تزوجي بسلمى؟ اول حاجه سلمى ما تزوجش، باش كاين شي واحد يتزوج بشي واحد مهرس. الا كانت باغاه، كانت باغاه مرحبا، كانت باغاه ما تهربش وتخليه. واش واحد الانسان باش نكونوا واضحين واحد مهرس راه صعيب باش تعيش. راه هو الاخ بلا ما نسميه ليكم، راه هو في مراكش تزوج والناس تعاونوا معاه وتعاطفوا معاه. تحيه للجمهور المغربي بالطيبوبه ديالو بالحنان ديالو. الحمد لله حنا حنان طيبين، ولكن اخي النيه مشات وخلات ياك. واش واحد مهرس؟ لا هي اسمع الاخ، لا هيئه لا فورما لا كلام زوين. اي واحد غيروح عليا انا كاسكيطه غادي يقول لك انا فيه وفيه. نديرو معاه شي حدي وتجيبوا لي الاستوديو تيقوا بيا والله تنخريب والله. لا ما فيش باش نكون معاك واضح. تشيكو كان فيه، لو كان فيه والله تنعطيه التحيه ونتعاون معاه على قبل هاد السنه هادي. شي هذاك انك واحد الكلمه هذاك ما لقى ما يدير، بقى شاف راسو تيضيع وبغى يدير الفوز. تحيه الناس ديال ميريكان، الله يطولنا عمرهم ويخليوناش نموت عليكم تنحماق عليكم. تعاونتوا مع الناس بزاف، ولكن ماشي اي واحد هبه ودب باغا يجي يقول لك فيا الجواد. شي دابا نطلعو انا عندك ابسط حاجه نطلعو المرشيش في الليل، مشي انا وياه بالليل ثلاثه الليل ربعه الليل والله شي يا رب الله ندير لي كاميرا خفيه والله شي هرب.
علاش ود نجمه والناس كيبقاو يقولوا فيا وفيهم ما فيهم والو، لما قلنا حنا كنقولوا هذا اللي كتقول، علاش كيقولوا فيا وما فيهم والو؟ شوف شوف الاخ، شوف شيفي، اول حاجه هادشي راه كلشي ولا باغي هاد الدومين هذا ديت، يقولك انا فيا اي واحد نتحداه من هاد المنبر ديال شوف شيفي، اللي تيقول لك انا فيا رجواد يجي عندي وندير معاه تحدي، ويجي عندكم الاستوديو ويعيط عليا. لا ما تواصلش معايا انا، اسمح لي اول حاجه باش نتواصلش مع الناس اللي مهرسين، تنحب الشرفاء وتحيه الناس ديال سواسه، تحيه الناس اللي فيهم الجواد، والله ما باغيين يبانوا بالله، ما باغينش يبانوا، عرفتي علاش؟ اول حاجه عندهم فيهم الحياه وتي